رجعنا لكم في ليميسيون خليك ماتينال على قناه الحوار التونسي. مرحبا بكم مره اخرى مشاهدينا في الحلقه الثانيه من ليميسيون بتاعنا اللي فيها كل مره كما قلت نحاولوا نقدموا ان كونتوني فيه الافاده وفيه لي كونساي. نمشيو تو دو سويت الروبريك كوتشينغ بسيكو اللي اليوم باش نحكيوا فيها على روح المبادره ولا لا بريز دينيسياتيف خاصه في شهر رمضان. ميسالش حتى اللي ما تبسملكش تبسم له انت. نشوفوا تو دو سويت الموضوع مع الكوتش دو في تمام بالعيد. نستقبل بحذايا كما قلت دونك الكوتش دو في تمام بالعيد تنضم للبلاتو. مرحبا بك كوتش. رمضانك مبروك، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وفرحه يعيشك. كل مرحبا بك. باش نحكيو على سوجي نتاع لا بريز دينيسياتيف ولا روح المبادره من الناحيه الاجتماعيه، معناتها من ناحيه لي غولاسيون سوسيال. قبل ما ندخلوا في تفاصيل الموضوع حبيت نسال هاشم وساره، معناتها اسكو عندهم فاسيلمون لو كونتاكت مع الناس؟ هاشم كيفاش بور سامباتيزي مع الناس؟ شنو الدخله نتاعك اون جينيرال؟ والله اون جينيرال بلاده هكا معناها على هاشم معناتها اي فوالا معناتها ما تخممش ياسر، تقول اللي يجي في مخك. معناتها تو ماش با تي مو يعني تنجم حتى بتمقايرك. تقولها كيما هي، تقولها كيما هي. ما تخافش تو فيكسي العباد، ما تخافش. لا لا خاطرك ماكش باش تقول حاجة مثلا يقبلوا منك معناتها. يقبل خاطر أنت ريالمون ما قلتش حاجة خايبة. عندك معناتها أون جينيرال تمشي أونفير لي جون تستنى إلا ما عبد يجيك تبدا عبد ما تعرفوش. لا لا والله لا نمشي ما يقلقنيش معناها عادي نورمال. كي نبدا فما حاجة نبدا في بلاصة مثلا بالحق ما عرفتش وين باش نمشي ولا مين. عادي على الاخر نحل ديسكسيون نورمال. تمشي ديريكتومون ساره؟ انت لو كونتاكت فاسيل مع الناس ولا؟ انا الوغ جو ان كونتاكت تري فاسيل، جي با دو بروبليم، جو سو سوسيابل على الاخر. عندي هكا السوغيغ هذيك الضحكه، مش انا نمشي للعباد هما يجوني. ايوا سي فور. عرفت؟ ايوا. باش نشوف اذا كان سي افيكاس اللي قاعدين يقولوا فيه ولا لا. دونك كوتش نحكيو على روح المبادره ولا بريز انيسياتيف خاصه في شهر رمضان، معناتها نجموا حتى صباح ولد عبد على اعصاب وتضحك له لومور نتاعو تتبدل. دونك الي فيغ لي جون، لو فيت اللي انت تبادر باش تعمل ان جيست باش تعمل en service. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. أول سؤال جوستومون من ناحية العلاقات الاجتماعية روح المبادرة كيفاش نجم تكون لا كلي دو لا ريوسيت؟ تويك احنا شفنا دو زيكزومبل نشوفوهم في المجتمع عادة وعكس بعضهم زي بالضبط. هي ما تحكيش مش على تحكي ولا ما تحكيش الفايبس لي زوند معناتها لي زوند بالضبط الاشعاع اللي ترميها انت للناس تخلي الناس تقبل منك الكلمه والا ما تخليهمش يقبلوا منك الكلمه. شو معناتها؟ يعني انا وقت اللي باش نقول صباح الخير اوكي صباح الخير سافا اوتوماتيكمون اللي قدامك يقول لك هاي صباح الخير بالضبط اوكي. اما كي نقول له صباح الخير احنا نقولوا بالتونسي مكشبر على الاخر تقول صباح الخير بالسيف معناتها هذا هو كلمة من هوني يقول فيها كانه ياخذ في زريقه ولا تعرف شنو مشكلته بالضبط. هذاك اوتوماتيكمون حتى اللي باش يرد عليه باش يرد عليه بنفس الطريقه. دونك لا ريسبسيون جاتو حاجه ماهيش ياسر باهيه بالضبط. والحكايه الناس ما يعرفوش شنو روح المبادره شنو تعمل في حياتهم. اوكي روح المبادره هو اللي تبدا بها حياتك الكل، سواء كنت تلميذ ولا تقرا ولا تخدم ولا في الدار، هي ذيك هي الحكايه اللي نتاعك كيف باش تبدا. المعنى كيف انت تحل لي شاكرا نتاعك وتتقبل للناس بنظافه، فهمت؟ الناس اللي وعي نتاعهم اللي يخد اللي هو اللي شعور اللي يتحكم في البني ادم 95% يتقبل نفس الشيء. دونك سي ان ايشانس سي كونيكسيون معناتها بالضبط اوتوماتيكمون باش وقت اللي يحلك الباب مثلا وصلت البوسته باغ اكزومبل باش تسكر. اما انا مال خويا بجاي ربي مش قلت شكون هو الموظف باغ اكزومبل لا اما انا مال اما انا بجاي ربي على خاطري شوي فهمت اوتوماتيكمون يحلك شوف هذا بوسته يحلك الباب خضر جزر في نهارك كيف يتعدى اكزاكتومون. علاش اخذت الروح المبادره شو فيها؟ فيها انك انت والاخر
كيف ما انت عندك حاجاتك السلبيه والايجابيه الاخر كيف كيف, 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 كيف. يعني كلمتك الحلوه تخلي الاخر اوتوماتيكمون يرجع لك بخير منها. نمشي للسؤال اللي ممالي رابيدمون. الناس اللي تقول لك انا مثلا عبد ما نعرفوش ولا علاش باش نقول له صباح الخير باش نضحك له والا من اصله باش نكلمه كاني باش نطيح من روحي انا وين نعرفه شنو نقول لهم الناس هذوما باش يتسرحوا شويه اكتوالي عندهم بلوس دو سامباتي مع الناس. كل واحد فينا يمشي بجنب كنوز. اش معناتها؟ اشياء صارت معايا انا مثلا واضح اني مش نعيش في تونس لكن نمشي في الشارع توا وبعد ما نعرفش شكون الناس اللي تمشي لكن نمشي مع الناس كلهم عادي. فهمت كيفاه؟ وتعرفت على برشا ناس يساعدوني في برشا حاجات يعني فوس ادابتي فينالمون مع العبيد الكل معناتها يزمك نورمال. علاش؟ خاطر شكون هذا؟ انت كيفاه باش تعرف شكون هذا؟ مادام انت ما حكيتش معاه اكزاكتلي حاجه تكتشفها وان وسيت افو دو ديسيدي يعني انت في الاخر عندك حريه الاختيار يا تكمل معاه يا لا. بالضبط تري تري بيان يعطيك الصحه نشكرك برشا الكوتش دو في تمام بالعيد دونك كيما كنتوا تسمعوا ما تنجموا كان تربحوا برشا حاجات ايجابيه اذا كان انتم عندكم الانيسياتيف تمشيوا للناس تقولوا صباح الخير حتى عباد ما تعرفهمش ضحكه هكايا بوركو با حتى في شهر رمضان دونك سافي دو بيان. شكرا لك يعطيك الصحه الكوتش دو في تمام بالعيد. انا باش نمشي للكوجين نتفقد الشيف دالي شنو اللي عمل دونك وين وصل في المنيو نتاعنا لليوم. شيف خليتك بديت حاجتين البولي وسيتونكونفي والديسير الباناكوتا كمانيه وحطيناها في دي فيغين وخليناها في الفريغو باش ترتاح وتشد روحها بالكدا والبولي فوحناه ومرقته شويه بالماء. توا ناقص كي باش نحط له شويه ثوم فورنيتو دونك ثوم هذايا حاضر مقصوص دونك ساهل برشا مقصوص سنون معناتها اي لا لا مقصوص يبدا مرحي مرحي دونك لك العبيد اللي بداوا مجروبين شويه ما يخاوش باش وقت باش يقشروا الثوم الكل نخلوا لهم هاكا فورنيتو عملت لكم الثوم معناتها بيان سور اي دونك تخاو الثوم هذايا مرحي وريحته بنينه دونك باش ناخذوا شويه ثوم قال لك ريح كل بصل ما انت تتخيل ما طعمه يولي دونك الثوم باش نزيدوه للبولي للبولي وي كونفي وسيترون داكور وتوا البولي قريب يحضر ناقص كي باش نحط شويه الزيتون والليمون سيترون كونفي فوالا ونبداو ديريكتومون في العجينه تاع البيتزا. بحذاك هشام تعرفش علاش؟ على خاطر خاطر هو طلع المايون فيبل في ليكيب الكل من حكايه الكوجينه والتطيب ما يعرفش يطيب حتى شيء يمكن ساره تتسمى حتى دولا تيوري او موان خير توا توا والبيره امشي اعمل تال بحذاه امشي اعمل تال بحذاه واحكي معايا من بعد مش نبدل فكره البارح علاش شنو باش نبدل؟ البارح وليت ما عادش نعرف نطيب ما تخليش تعمل هكا قلب وتولي تعرف شوف التطيب كيفاه هاي شنو باهي ورينا نحركوا شويه كل طنجره كوم كوا باش يقولوا هشام يعرف اي ما يحرك راه ماهوش يعرف يطيب معاك لا سي دو لاتري شيف داني عاون فيه خليه يعمل وحده شيف داني الغوسيت باهي فاش قاعده تحليه وحده نكمل انا نبروفيزي كمل وحده العجينه نتاع البيتزا هو جبت لك العجينه والكل باش يبدا يحضر العجينه نتاع البيتزا اي باهي مي نرجعوا لكم في العجينه نتاع البيتزا مادام هكا خليتك شكون يعاونك شيف بحذاك هشام بالحق لازم ستاج بالكدا كان او بو دو 30 جور رمضان ما تعلمش يطيب ما عادش يتعلم بالكل دونك خليك شيف دالي ونرجع لكم بعد شويه باش نكمل معاك بقيه التفاصيل بالنسبه للمنيو نتاع اليوم. اونتروتون احنا باش نمشيو نحكيو كونسو ومهم برشا نعرفوا عادات المستهلك التونسي نصلحوهم ننقدوهم وعلاش لازم نعطيو دي كونساي للمستهلك التونسي باش يرد ماله. البارح حكينا على الغش اليوم نحكيو على موضوع جديد في روبريك كونسو بالنسبه لليوم في برنامج خليك ماتينال باش نستقبل بحذايا المدير الجهوي للمراقبه الاقتصاديه سي ياسر بن خليفه. مرحبا بك ان شاء الله رمضانك مبروك. مرحبا بك ومرحبا بكافه المشاهدين وان شاء الله رمضانكم مبروك. يعيشك مرحبا بك. ليندا امان قبل ما تبدا تحكي في الموضوع الشيف بالحق يحب يقول لك حاجه مهمه. باهي نسمعوا بعد نحكي مع الموضوع. هشام بحذايا دونك هذاك علاش قلت انا برا نعملوا توا العجينه نتاع البيتزا علاش خاطرها يلزمها ترتاح يلزمها تخمر عندك الحق في البيتزا نتاعك خليهم سي ياسر يحط العجينه تخمر ونرجعوا. دونك سهله برشا العجينه نتاعنا هو باش ناخذوا كيلو فارينه نتاع ليبيدور سبيسيال بيتزا وباش ناخذوا عليه ساشي خميره
ايوا ساشي بركه وباش ناخذوا شويه ماء سخون دونك خميره خبز خميره خبز خميره الخبز نحلوها في شويه ماء سخون وباكو فارينا اللي هو كيلو نتاع ليبيدور سبيسيال بيتزا وشطر كيس كيما هذا زيت زيتونه ونخليو العجينه نتاعنا تدور بشويه بشويه. اول حاجه نبداو بها هو الماء سخون والخميره. اي نصبوا سامحني، اول حاجه نبداو بها هو الماء سخون وشويه ملح نبداو فيهم من الاول، خاطر اذا كان نحطوا الملح مع الخميره دونك ما عادش تعطينا اللي فيه نتاعها. داكوغ باهي. بعد نحطوا شطر كيلو نتاع الفارينه. اكل ساشي الخميره نحلوه في شويه ماء سخون نصبوه من بعد نكملوا اشتر باكوليخ تري بيان دونك هكاك العجينه نتاعنا حاضره وبعد وين باش تخلطها حاجه نصبوا الزيت داكوغ باش يلملنا العجينه نتاعنا ونحطوها ترتاح شويه في الفريغو ونبداو داكوغ وين باش تخلطها في شنو باش تستعمل دونك باش نستعملوا الروبو نتاعنا غوسولوبس داكوغ هذا اللي باش نستعملوا فيه هي دونك هاكا خلي ملا الخميره في عقلها تحضر هو اللي باش يحضر لكم العجينه اليوم اليوم ماهيش 100% هو سبيسيال بيتزا اليوم تفاهمنا نرجع لك من بعد شويه نكملوا معاك باش نبروفي لي انا خير من ايمن فوالا اون فوار ايمن يمكن يلتحق بنا بعد شويه تو نشوفوا اذا كان طيحت عليه ولا لا نرجع لضيفي دونك سي ياسر بن خليفه المدير الجهوي للمراقبه الاقتصاديه باش نحكيو كونسو كما قلت باش نحكيو على موضوع مهم برشا البارح كنا طرقنا الموضوع الغش في رمضان على خاطر برشا مواطنين تعرضوا لعمليه غش في مواد اللي تتباع واللي يكثر عليها الاقبال في شهر رمضان عطيناهم دي كونسي كيفاش يردوا بالهم على خاطر حاجات معناتها توقف المخ ساعات ما كنتش حابين نغتنموا فرصه وجودك معنا سي ياسر باش نحكيو على جوستومون الشوا نتاع التاجر اللي تعرفوا مثلا ما يغشش بالعين المجرده وانت تدور في المرشي ولا في السوق انتوما كمراقبه اقتصاديه سيغتانمون عندكم لو فلير معناتها كي تبدا تدور تقول هذايا باش نعمل باش ندخل نكونترولي هذايا لا مش تكونترولي الناس كل يوم كيفاش تنجم تفيق وتفرق بين التاجر اللي محافظ على السلامه الصحيه معناتها ظروف السلامه الصحيه واللي لا تأكيدا لكلامك هو صحيح راه في شهر رمضان اللي لاحظناه انه تكثر برشا الغشه وخاصه قبل الساعات الاخيره من المغرب مع الدوخه نتاع الصيام مع الدوخه يبدا الواحد يبدا دايخ دوخه الصيام اخر النهار يكثر برشا الغشه علاش الفرق المراقبه تتجند اكثر في المساء وخاصه كذلك بعد شقان الفطر وقت تتحل العينين في المقاهي والفضائيات المفتوحه للعموم الغشه تكثر وعندنا كيفنا قلت احنا القانون 117 اللي حمايه المستهلك قانون الجودة وحماية المستهلك ينص على عدة معايير اللي نفرقوا بها ما بين المنتوج أو المادة هل ترى هي صالحة أو غير صالحة وتختلف المعايير والكريتير هذوما على حسب اختلاف المادة معناتها مش لي برودوي الكل عندهم نفس المعايير ونفس الكريتير اللي نجموا نطبقوها عليها مثلا مش كيفنا المواد الفلاحية الطاجة كيفنا الأسماك والحوت والدجاج الحوت والدجاج واللحم كيفنا الخضرة والغلة كيفنا بقية المواد الأخرى كيفنا الزيتون والفاريونت الى غير ذلك أيه. اهم حاجه اللي ننصح بها المستهلك اللي هو يلزم الساعه ياخذ من الفضاءات المراقبه داكو. اللي تخضع للمراقبه سواء المراقبه الاقتصاديه او المراقبه الصحيه والا المراقبه البيطريه والمراقبه البيطريه يبدا مرتاح هكاك يبدا مرتاح وباله مرتاح سينو احنا هذوما لكن صحيح هما فضاءات منظمه ويخضعوا المراقبه لكن الانفلات موجود في كل القطاعات نلاحظوا بعض الغشه عند بعض اللي نسميهم تجار لكن هو تاجر صحيح ما يلزموش يغش على خاطر البرودوي نتاعو ديما تلقاه طازج وديما تلقاه عليه اقبال اما بعض التجار يلتجئوا للغشه باش يزينوا ويجملوا المواد اللي معروضه للبيع نتاعهم كيفنا قلت لك ياخذ يمشيو يلزمهم للفضاءات اللي تخضع للمراقبه هذه ما تفهم فيها الحاجه كيفاش انت كي تبدا معناتها كمراقبه اقتصاديه انتم في المرشي تبداو تدوروا يعني تبارك الله فما عدد كبير من المحلات الموجوده علاش محل على غير محل تقرر باش تدخل له شنو الحاجات اللي تراهم بالعين من برا مثلا حتى المواطن لازم يرد باله منها مثلا ما نعرفش انا الماء ساعات اللي محطوط فيه الزيتون ولا الكبار ولا الاملاح تلقاه اللون نتاعو مش متبدل متغير فوالا كيفاش تفرق؟ هو نفرقوا اولا باللون وبالرائحه احنا تو رمضان ما نذوقوش معناتها باللون وبالرائحه ساعات احنا مثال في الاسماك الفضاءات نتاع الاسماك والدواجن واللحوم الحمراء نشموا روائح معناتها غريبه ساعات تنبعث من المواد هذه تاجر على غير تاجر نمشي نراقبوه ونشوفوا الماده اللي معروضه للبيع ساعات نلقاو بالاضافه الى الرائحه يتغير اللون نتاعها الاسماك مثال تلقاها العين نتاعها مش براقه عينها العين نتاع السمك طافيه
هذاك نعرفوه اللي منتوج قديم، نزيدوا نقربوا اكثر ونتعمقوا في البحث نلقاو مثال تنبعث منه روائح كريهه. اذا الاسماك هذيك غير صالحه للاستهلاك، وتلقى معنا البياتره والتقنين نتاع الصحه اللي يعطيونا فيها شهاده في عدم الصلوحيه. الدجاج مثال يبدا ازرق يزرق، يزرق لونه يزرق، اللحم كذلك يزرق اللحم لحمه كيفاش تفيق به؟ اللون نتاعو يمشي للداكن اكثر. كيف نعرفوا اللحوم الطازجه احنا نلقاوها عاتيه على اللون الوردي روز، بينما كي تلقاها اللحم لونه داكن وفيه الدم متجمد وفيه رايحه كريهه ولونه متغير، راهو هذاك راهو مو سليم ونخضعوه للمراقبه. كيف كيف فما بعض التجهيزات اللي نلقاهم عند التجار اذا ما تتوفرش ندخل له. مثال يعرض الدجاج ما يلزمش يعرضوا معناتها في مش في ثلاجه. الاسماك كيف كيف يلزم ثلاجه، نشوفوا درجه البروده، يا هل ترى درجه البروده تكفي لحفظ البرودوي هذاك والا لا. الاسماك يلزم تكون مغطاه بالثلوج بالثلج، لازم اوبليغاتوارمون يكون فما الثلج، لازم يكون فما ثلج. يلزمش خاصه فما بعض الفضاءات والاسواق تلقاها مفتوحه ما تلقاهاش مسقفه، ما تلقاها معرضه لاشعه الشمس. دونك الثلج سي اوبليغاتوار، يلزم الثلج اوبليغاتوار. هذوما بعض العلامات. كيف في الزيتون فما اللي يعلقوا تلقاهم ما عادش سارة تراهم اللي يعلقوا تلقاها مثلا جزار يعلق لك البرا، اي برا ممنوع ممنوع هذاك، وتلقاها الكراهب متعجب دخان الكراهب والغبره وكل شيء هذاك ممنوع. ايوا علاش ما فماش ما فما حد يمشي منهم عطينا نتعدى نتعدى يعني جو فوا ديما بالكهرباء نرى معناتها الذبان يبدا عليه في بعض المناطق خاصه اللي يبيعوا على قارعه الطريق اللي يعملوا المشوى وكل اللي يعملوا موجود ويخد يعني. اي موجود، اما احنا قبل ما نوصلوا لطريقه العرض ماذا بينا زاد اللحم يبدا مطبوع، مطبوع في معناتها راهو مطبوع في مسالخ قانونيه ومعدين عليه بياتره. اللحم الابيض ما يلزموش يتشرى، احنا يلزم عقليه المواطن زادت تتبدل، يعرف منين يقضي وكيفاش يقضي. مش معناتها من اي محل يلقاه يبيع في اللحم يدخل يقضي من عنده. جزار الحومه باغ اكزومبل، جزار الحومه يلزم يذبح في مسلخ، مسلخ قانوني وفيه الطابع الاخضر نتاع اللحم. يعلق معناتها تلقاه راس بقر هكا يخوف السياره. هذاك ماشي ديكور، هذاك ممنوع. حتى راس البقره ممنوع، بطبيعه الحال هو مش باش يبيع. هو طرق نتاع عرض يلزمها تكون صحيه، طرق الحفظ، طرق الانتاج، طرق العرض هذه تعتبر ظروف عرض غير صحيه، ويتم الحجز نتاع المواد هذه. صحيح هما كل يوم قاعدين نتعرضوا له هذايا وقاعدين نحجزوا وقاعدين نسجلوا في مخالفات اقتصاديه. سي شوكون معناتها. اي موجود موجود موجود. حتى واحد يجي من برا ان توريست ولا حاجه شوف ساي يجي شنو هذا معناتها، عرفتك اللي ياسر في لي بروتيكسيون دي زانيمو تشبوا ساعة تشوكي انت بيدك ما عادش تحب تدخل خاصة يعني. في اللحوم الحمراء وفي الدواجن زادك اللي يذبحوا تلقاها معناتها في منتصب عشوائي ياخذ دجاجة حية ويذبحها ويريشها وقال شو المواطن يحب حاجة فريشكة ويحب حاجة طازجة وما تعرفش فيها من أمراض شنو اللي ما فيهاش أكيد. معديين عليها البياترة ومذبوحة بطريقة صحية ومحفوظة في ظروف صحية. دونك توا تبارك الله اللي وصفتوا لنا الكل في اللحوم معناتها طريقة باش المواطن يفيق. قلت لنا على الحوت، قلت لنا على اللحم الاحمر، على الدجاج وكل المواد الاخرى مثلا كيما المالح. سمعنا الفرق المراقبه الاقتصاديه حجزتوا العديد من الكميات نتاع المالح الفاسده والزيتون وكل شيء. كيفاش اليوم خاطر في رمضان نستهلكوها بكثره، فما معناتها طريقه معينه باش نعرفوا هذه كان بالعين المجرده ولا بالعين المجرده جوستومون؟ خاطر ما تستحقش التقني والا التكنيسيان باش يفهم فيها الامور هذه. احنا المواطن التونسي راه عينه محلوله ويعرف في الحاجه الباهيه والحاجه المش باهيه. ماذا بينا احنا في الفاريونت وفي الزيتون والمخلات والمصبرات هذه بصفه عامه، ماذا بينا ما تلقاهاش تعلو عليها الفطريات، تلقاها فوقها شامبينيون فطريات. اكل دور البيض ذوكم كنت بيض هذوكم الفطريات والا بيض والا خضر، ساعات تلقى فما ناموس خارج منه. ظروف الحفظ كيف كيف تلقى محطوط في برميل ازرق او اسود، تلقى بلاستيك كيف كيف مع المواد الحافظه اللي تتحط في الزيتون وفي الفاريونت يتحل البلاستيك هذاك يتحلل معها ويولي غير صحي. فما اواني صحيه نص عليها اللي تلقى فيها فرقيطة او مغرفه والا كيس، معناتها انه ادوات حفظ صحيه للمواد الغذائيه، كل ما يتصل بالمواد الغذائيه هذيك يتم مراقبتها. احنا التونسي كي يتعدى ويلقى في برميل ازرق ولا في برميل اكحل وعليها الكشكوشه الرغوه البيضاء ولا عليها شامبينيون اخضر والا فوقها الناموس، ماذا بيه ما يشريش، ما يعجبوش الرخص نتاعها ويهبط عليها ويشري. هذاك راهو عندها مخلفات صحيه سلبيه على صحته. من
احسن انه يشوف الحاجه نظيفه ومن الاماكن كيف نقول ديما المراقبه والمهيئه. فوالا دونك فينالمون في شهر رمضان لازمنا نخدموا الحواس الكل، لازمك تشم، لازمك تغزر بعيدك، لازم خاطر بالريحه تفهم اذا كان ريحه حوت ولا ريحه ماء حاجه. الريحه خاصه الا الذوق، ذوق بركه لي. بطبيعه الحال اللون والرائحه. اللون والرائحه هما دو كريتير بيهم تعرف السلعه الفاسده من السلعه الباهيه. فوالا دونك في الختام كان عندك مساج تحب توصله للمستهلك التونسي اللي قاعد يتفرج فينا، شنو تحب تقول له فيما يخص معناتها جوستومون لي كريتير ولا الشروط الصحيه بخلاف انه يلزمو يختار اكيد منين يشري وبلايص كونترولي. الأهم حاجة كيف قلت اللي يلزموا من البلايس اللي تخضع للمراقبة كيف قلت لك متاع جميع الأسلاك الرقابية وماذا به اللهفة، لا خاطر هو كي ياخذ المواد برشا ويحب خبيها في الدار حتى هو ساعات ما عنده ظروف صحية في الحفظ زاد ما يعرفش كيفاش يكنجل اللحم والدجاج والحوت واللي فاريونت هذوما ياخذ منهم كميات كبيرة ويحطهم في الدار ساعات يفسدوا له ما يفيقش بهم وياكلهم وتسبب له عدة أمراض وعدة توعكات صحية. ماذا بينا ياخذ على قدر حاجة كل يوم وكل شيء متوفر وما فماش داعي للهفه. فوالا خاطر اللهفه زادت تخلي العباد يستغلوا كظرف باش يعديوا لك برشا حاجات زايده. يعطيك الصحه، نشكرك برشا ياسر بن خليفه المدير الجهوي للمراقبه الاقتصاديه على حضورك معنا اليوم على كل لي كونساي والنصائح اللي قدمتهم لمشاهدينا. باش نمشيو للكوجينه نعملوا طله مع شيف دالي وهيشم اسكو عاونوا بالحق والا لا؟ دونك شيف دالي في المستوى ولا والله يعجبك البيتزا يعجبك البيتزا عمل البات ياسر 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 هايلة كما تراو فيها. ياسر جات برافو يعطيك الصحة. مازلت هو مهمة الأولى نجح فيها، أما مازلت مهمة ثانية اللي هو باش يحل كعبة البيتزا بالقلقان. أيوا دونك سهلة سهلة نشوفوه باش يعمل ملا من هوني الآخر. هو باش يعمل بيتزا، هو باش يحط صوص طوماط، هو باش يحط الفخامات. البيتزا كاملة عليه هو. البيتزا كاملة عليه هو. سارة بعد نمشيو نعطيو نوت أنا وياك. بيان سور. نشوفوا بالعين المجردة كيفاش طلعت. ما نجموش نذوقوا. أما نحكموا أبو بخي بها وإلا لا. احنا باش نمشيو للروبريك اللي من بعد في برنامج خليك ماتينال على قناة الحوار التونسي. تو دو سويت روبريك fashion. جيل دوش سانسيا pH neutre بمستخلصات طبيعية et sans paraben تمكنك من العينية ببشرتك pour une peau délicatement parfumée. J'ai dit c'est El Racil Eliad سانسيا. رجعنا معكم في روبريك فاشن اللي في كل مره نحكيو فيها على دي توندونس حاجات اون فوغ كيما باغ اكزومبل البي ار بي. سي اون تكنيك اللي انتشرت برشا في المده الاخرى في تونس وفي العالم زاده، وفي تونس نسمع برشا ناس يحكيو عليها. شنو بالضبط في شنو تتمثل هذه التكنيك البي ار بي دونك وشكون اللي نجم يقوم بها بالتحديد؟ هذاك علاش بحذينا اليوم ضيفتنا هجر لجرف دكتوره مختصه في طب التجميل. مرحبا بك دكتور. مرحبا رمضان مبروك كل عام وانتم بخير. عايشك مرحبا بك. دونك قبل ما ندخلوا في التفاصيل باش تفهمنا التكنيك هذه في شنو تمثل بالضبط، حبيت نسال ساره خاطر انا وهي نحكي قبيله قالت لي نعرفها لا تكنيك. كيفاش تعرفها انت؟ جي تيستي سامبلومون جربتها. سي افيكاس ظهرت لك؟ انا جو تروف سي افيكاس بيرسونيلمون. انا سيتي اون مافي كونسيي سا جيتي بارتي ا لا باز بور لي سيرم. تحوير تحت العين. دونك جربتها. سي با كو بور لو فيزاج زيدا معناتها حتى الشعر زيدا. اي سكي با بال دونك دكتور لجنا فا خلينا لي ديتاي. ما كاينش تحكي لنا على البيغ بي. لا لا سي بون انا انت دو فاسون مادام جربتها جو بريفير نرجع لك بعد احكي لنا لو روتور بعد لو فيدباك. فوالا لو فيدباك تحكي على التكنيك ومن بعد اذا تنقل مون اكسبيرونس. دونك دكتور هجر اول حاجه ساعه نعرفوا الناس اللي يتفرجوا فينا معناتها اون كوا سا كونسيست هذه التكنيك نتاع البي ار بي. هي بلازما ريش ان بلاكيت سي لابريفياسيون دو بلازما ريش ان بلاكيت بي ار بي. Donc, علاش البلازما en particulier على خاطر هي la composante اللي في الدم اللي فيها les jeunes plaquettes. Donc, c'est les fibroblastes اللي هما يصنعوا les fibres de collagène et d'élastine quand on les injecte في البلاصه هذيك يصنعوا في الجلده. Donc, ils vont fabriquer du collagène et de l'élastine. Et entre autres, c'est de la plasma, il contient les vitamines, les hormones, les maadn, les sels minéraux, donc les acides aminés. Donc tout ça, c'est bénéfique pour la peau. Donc avec علاش ناخذو نحنا le prélèvement du sang. Comment ça se passe déjà? ناخذو le prélèvement من عند le patient, من الدم. On le centrifuge.
وناخذوا البارتي نتاع البلازما هذيك هي اللي يقع حقنها في المكان اللي حاجتك به كو سوسوا وين يتم الحق في الشعر والا في الشعر والا في الوجه علاش في الشعر في الشعر على خاطرها الستيمول لا روبوس نتاع الشعر معناتها كي يبدا شعر شعر خفيف طايح ولا خفيف طايح في الجريف دو شوفو كي تبدا مثلا بعد الجريف بشهر ولا بشهرين يبدا يعملوا لي بي ار بي كي يبدا شعر زاد خفيف ياسر وطايح وفما شوت والا تلقاه ترو فان وشعره ماهيش شاده روحها نقول انا ني با تعملها هكا تيح معاك دونك هذيك اللي نجمو نحقنوا لهم نحن البي ار بي وفي بخلاف الشعر في الوجه بخلاف الشعر شنو معناتها الفايده نتاعها نتاع البي ار بي او نيفو دو فيزاج هي التعاون في علاج الهالات السوداء معناتها تو سكي تاش برون داكور تو سكي سيرن vasculaire tout ce qui est cerne donc elle avait raison Sarah qui قالت tu as fait mal à cause des cernes exactement d'accord pour les cernes je suis partie consulter pour les cernes c'est les meilleurs c'est le meilleur traitement pratiquement c'est ce qui m'a conseillé ce qui était adapté vraiment pour les cernes exactement parce que j'avais pas forcément d'imperfection en même temps c'est une prévention Zeda pour les rides exactement c'est une prévention Zeda exactement donc il y a pour les cernes pour les taches pour la qualité de peau que les peaux tapent des rugueuses donc tu as le PRP toi la peau elle est plus plus lisse voilà justement à la خاطر ma fabrication tu as élastine d'accord mais c'est naturel plus souple c'est 100% naturel c'est 100% naturel exactement donc Zeda elle est bien Zeda pour les cicatrices d'acné Zeda هذوك اللي يقعدوا سورتو بعد ما يتنحى حب شباب يقعدوا فما كنقب هكا في الوجه اكزاكتومون سي بور اوتوندر لي لا بو كونت سي اون بو ماتور زيد كي تبدا فيها شويه دي ريدو الاستيسيتي اكزاكتومون en fait il y a عندها يعني تعطي الافي هكا بون مين في الوجه اكزاكتومون هي تعطي نظاره تعطي الاكلا D'ailleurs, هما الكل اللي يحبوا يعملوها على الكلا معناتها 90% دو مي باسيون تيجوني على الكلا يحبوا البي ار بي على الكلا مي هي تعطي الكلا اونتر اوتر زاد الفافوريز اوتر شوز معناتها كو سو سوا ان اكليرسيسمون دو فيزاج كو سو سوا لي تاش لي سيكاتريس لي بتيت ريدول فهمت لي سيرن واليوم معناتها التكنيك اللي تستعملوها سي دي انجكسيون في الوجه الكل ولا فما بلايص معينين في الوجه؟ سي في الوجه الكل 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 سي دولورو ولا لا؟ سي با دولورو باسكو فيه اون بتيت انستيزي افيك اون كريم anesthésiante juste avant, donc 20 minutes avant. Tu prends la crème anesthésiante et quand on pique, c'est une pique, c'est des piqûres intradermiques et épidermiques. Donc, fait le 4 mm le lénine de ta gel. On sent pas tellement la douleur en fait. Je trouve. J'ai pas le pommade anesthésiante. La pommade anesthésiante, les hakeka. Et après, tu sens que des petits pics. C'est vraiment léger. Je pas qu'elle toujours à l'heure. Une prise de sang, la prise de sang, elle est normale. توجع اكثر من البي ار بي مثلا ساره اللي اليز اللي انا بارلي قالت لك انا عملت بي ار بي اون جينيرال النساء ما عندهمش مشكله كنت باش يحكيوا على التجميل على الاستيتيك ساشون كو راهو اللي نحكيوا عليه بي ار بي سي 100% ناتوريل معناتها سي با دي انجكسيون سي با دو بوتوكس سي با سي با برودوي شيميك كومبا انجكتي دونك اسكو فما رجال ils ont tendance يعملوا بي ار بي بخلاف اللي يعملوا زرع نتاع الشعر سايب 95% من الكونسلتاسيون تاع الرجال كلها بي ار بي بالحق اي خاطر الرجال اللي كرواف معناتها في البي ار بي اكثر من النساء داكور خاطر يحبوها برشا البي ار بي الرجال جو بارل دي زاجي سي ناتشورال يحبوها برشا البي ار بي والاكثر معناتها الاكثر يمشيو ديما بي ار بي شوفو اكثر الشعر معناتها اكثر الشعر اللي يعملوا زراعه نتاع الشعر افيك لو ركول الزراعه ولا كو سو سوا حتى بور بريفنير ساعات هما دي جون توا تبارك الله عليهم معناتها اي سون اجور وكل يقول لك بور بريفنير باش ما نخلطش الستاد اللي جو بير تو مي شوفو ديجا بدي ديت عندي شوت دونك ماذا بيا نلقفها توا بالبي ار بي خير مني بعد شعري كل تيح دونك افيك لو ركول سار انت جربت لا تكنيك اسكو تو ان كيستيون بوزي الدكتور باش تعرف اسكو سي بيريوديك كل قداش نعاودوها ما نعرفش انا حسب فهمت انا ما دوني 3 سيونس اي بور لو فيزاج سي با كوم لي شوفو Voilà. Alors, je vais vous faire ça. Le visage, c'est un cycle. Donc, c'est la cellule, le visage, qui meurt en 90 jours. Donc, il faut faire une séance par mois. Donc, c'est 3 mois pour avoir la cure de PRP au niveau du visage, pour fabriquer une matrice. Voilà. Ben.
Pour les cheveux, ce n'est pas la même chose parce que les vertus de le cycle pilaire, moi je qui cycle de la cellule cutanée, de la gelde. Donc ce n'est pas la même chose. Le cycle pilaire, il est beaucoup plus, plus lent. Donc, voilà. Donc on préconise qu'il y ait une chute sévère, un PRP tous les 15 jours, pendant minimum 4 à 6 séances. D'accord. Quand il y a une chute sévère, hein. Quand c'est une chute moyenne ou c'est une prévention, mais je me suis dit une séance par mois. D'accord. Après les séances, qu'adesh, enti ou le patient, ma anta qu'demek, pas moins que trois. Une fois fait ou les séances vous comme anta bar, il y a un entretien après. Il y a كل عام كل عامين كل قديش. Exactement. كل عام يعمل un entretien. Que ce soit une séance par an ou deux séances par an. D'accord. Mais je profite et c'est une question le docteur Bahdin. Par contre, que le PRP ne marche pas au niveau des cernes, parce que forcément, on n'attend pas toujours un résultat. Je pense, comment il réagit, Hakawale. Il n'y a pas forcément un résultat. Au niveau on des cernes. Pas à un résultat. C'est pas très efficace. Iveken, ça n'a pas donné de résultat, c'est que ce n'est pas la bonne indication. Ce n'est pas la bonne indication. Exactement. Voilà. Il faut poser la bonne indication. Le PRP, il est efficace quand c'est des cernes vasculaires, quand c'est des cernes pigmentaires. Mais quand c'est des cernes creuses, réellement, il faut ajouter un peu de filler, il faut ajouter un peu d'acide hyaluronique pour avoir le creux avec Aitnaha. Et là, quand tu as PRP, ça ne va pas donner un grand résultat avec des cernes creuses. Donc c'est sûr que je sais pas la qualité de peau, mais les rides, mais les couleurs. Ça affine le grain de peau, ça donne un petit éclat. Ça va donner un coup d'éclat, un bon teint. Mais ça ne va pas donner un résultat sur les cernes, qui mettent en louche un filler. Voilà, donc merci de une étape, Sarah. Une étape. C'est pour ça. Je viendrai au niveau des cernes. Chez le docteur Lajneuf. Merci beaucoup. Nous remercions Barcha, docteur. Donc, Lajneuf, elle est mortasse à Fitub la Tajmil. Là, le malhomet, le collier Kadamtom, le Kadamt, le mouche, et Dinam Terna, concernant la technique PRP. Inch'Allah, Tahdar Mana fait d'autres sujets très bientôt. Merci beaucoup, Yatik Saha. Chez Yataïba. Gel douche sensé à pH neutre, bimoustakhlasat tabiaïa et sans parabène, tmaknik melainea bachertek pour une peau délicatement parfumée. J'ai dit c'est El Rassil Eliad, sensé à. رجعنا معكم في برنامج خليك ماتينال على قناة الحوار التونسي مرحبا بكم شيف دالي ومعه هاشم كومي اليوم اللي عاون فيه في الكوجينة نعمل عليهم تلا شنو عملوا وين وصلوا اي سورتو البيتزا اللي اعطيناها لك بينيديك دونك ما نعرف شيف اسكو تو لي في كونفيونس ولا برك الله عليك يسمع الكلام عقل دونك هذاك وين وصلنا في البيتزا ميلا عمل العجينه نتاعو خليناها ترتاح شويه تري بيان فوالا كيما تشوف هكا حل بالقلقان شنو الفرينه اللي استعملنا معوجه شويه هو مي احنا صلحناه رجلنا الفورمه فوالا دونك نعاود نذكروا الغوسيت نتاعنا اللي هو كيلو فرينه ليبيدور سبيسيال بيتزا ساشي خميره وشويه ماي سخون يتخلط هو الخميره مع بعضهم تري بيان الملح 30 غرام على الكيلو وفي الاخر وقت من بعد ما نعجنوا ايوه قبيله قلت لنا الملح ما لازموش يتحط مع الخميره باش ما نحطوهوش مع الخميره سينو الخميره نحطوه مع الماء السخون الملح الخميره نحطوها مع الماء السخون من الاول دونك الخميره هي اللي تتحط مع الماء السخون تتحط مع الماء السخون والملح بعدو على الخميره ما كانش ما تنجمش تطلع من الاول نحطوا الماء والملح نحطوا الفرينه اشترباكو ومن بعد الماء والخميره اللي خلطناهم مع بعضهم نحطوهم من بعد اشترباكو اللي حطيناه وبعد هذاك اللي فيه شمره نسيت في الغسيل الفرينه تنجم تقعد تزيد بشويه بشويه وهي تتخلى هذه قالها لك الشيف والله لا والله غريتها والله يعطيك الصحه توا حلينا البات نتاعنا باش ناخذوا الصوص طومات دونك صوص طومات هذه نتاع السيكاب حاضره سبيسيال بيتزا سبيسيال بيتزا فيها لوريغون فيها البازيليك دونك ما نستحقوش لا نطيبوها ولا نفوحوها ولا نعملوا لها حتى شيء دونك باش نحطوا شويه صوص طومات وهاشم يجيب لنا الفرماج نتاع مريح عندنا دو شوا نتاع فرماج اللي هما الادام وفوالا والجودا دونك رابينا شويه مع الصوص طومات ستيكاب سبيسيال بيتزا فوالا اللي باش نحطوها ديريكتومون حاضره باش من بعد باش نعملوا كيما تشوف هاشم فوالا نحطوا الصوص طومات ما نلصقوش برشا للبوردور نتاع البيتزا اللي قاعد يتبع وراه بارك الله عليه والله يتبع يتعلم بالكدا هذه تنجم تعودها وحدك حط شيء طيب هيش ما تزيد لها حتى شيء حاضره باش حاضره باش سبيسيال بيتزا ديريكت تحل البات وتحطها تو كي تنجم تعود حاجه وحدك دقيقه نزيد بدلنا الحديد تو سافا يوز نرجلها لكم لحظه
دونك هو قاعد يحط في الطماطم ستيكاب سبيسيال بيتزا وانت شايف اش قاعد تقص توا وين قاعد نقص في فرماج ادام نتاع مريح دونك هذايا موجود في لي غران سيرفاس الكل و اون بلوس 100% احلي داكور باه باش ترابيه من الفوق فوالا نربيوه شويه من الفوق وباش نزيدوا شويه نوع اخر نتاع فرماج اللي هو الجودا دونك هيش نجم تعاوننا اي جودا مريح زاد كيف كيف ربي انت هذا وين نقص لك شويه من هنا ليه هو لحد التو اللي قاعده نشوف فيه معناتها الي ابيل نقولوا احنا معناتها يجيه يجيه خويت ما فماش مشكله قاعد يقد مليح معناتها سافا واحد اخر يجي يعمل يرابي الفرماج تو يعمل صبعه يهلك صبعه بارك الله عليه باهي دونك حطيت زوز انواع نتاع جبن شايف فوالا نغسلني كعبه العظم نتاع شهيه باهي شعبي تقول لي هشام قلت لك من هنا لاخر ليميسيون نخرج نخرجوا فرد نيفو يعني شويه قريب شويه يقول على الاقل من هون ياخر رمضان يا اختي وما تعرفش طيب بالكل على بيتزا باش تولي تفوت شيف دالي ما تصورش معناها بيتزا صعيبه راه البيتزا راه وتوا باش نقصك عيبات المرقاس هاي زين النعدك انت ياك عيبات المرقاس ولا هاي نقصك وانت حطي دونك هذه اخر ايتاب نحطوا المرقاس مازالت كعبه العظم وميجا تخوا نتاع الشهيه ولا وهكاك نكونوا كملنا دونك حتى في الديسبوزيسيون قاعد يحط فيهم لا منظمين وتبارك الله عطينا كل الفلفل دي رونديل تاع فلفل نزينو بهم بعدين انا جبت العظم اوميغا 3 تاع شهيه ونحطوا كعيب عظم في الوسط فوالا صحيت نوع شويه وك عندك الاحمر والاصفر باهي جست بعد لي شويه في الوسط خاطر باش نحط كعيبه العظم والعظم باش تحطها كعبه نيه كعبه نيه وندخلوها الفرن في الوسط تيب في وسط الفوق. وتكيبة هكا. بربي يعطيه فقسها هشام كعبة العظم. أنا نخاف لا حط كعبة صفرا. حط كعبة صفرا هوني. يقول لك ما يعرفش يفقس عظمة. تعرف ولا ما تعرفش؟ لا هكا تو. بالحق. يفقس عظمة. يقولوا علينا العباد. هاي فقس لنا عظمة أنت لهنا. راه ورينا كيفاش تفقس عظمة. ساعة غيف نجم. صحيح. لا عادي. ليش الكبار يصير لهم برافو يعطيك الصحة كمان مش هكا اللي جميل تخي بيان دونك كملنا بالعظمة هذيا نتاع شهية نحطوها في الوسط فوالا نحطوها في البيتزا فوالا تخي بيان باهي احنا باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد باش نرجعوا نواصلوا معاكم دونك شيف دالي وهاجم وين وصلنا في الكوجينة اقعدوا معنا على قناة الحوار التونسي في برنامج خليك ماتينال